قاعد بتفرج على فيديوهات اصوات الاكل عند الكوريين، لقيت البنت دي بتاكل حاجه شكلها شدني قوي واغراني قوي الصراحه، ولما بحثت عنه اكتشفت ان اسمه ترند العسل المثلج، فتحمست جامد جدا وقلت لازم اعمل ترند العسل دوت. ولما بحثت لقيت فيه طريقتين، في طريقه سهله ان انت بتاخد العسل وتحطه في الازازه وتحطه في الفريزر وكده تبقى انت عملت الطريقه، وطبعا الطريقه ديت ما بيكونش ليها طعم، مجرد عسل مثلج بس. لكن احنا الطريقه اللي جايبينها النهارده هي طريقه هتديك طعم وشكل في نفس الوقت، فتحمس معايا واعمل لايك وفولو ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. وهنبدا دلوقتي في اول مكون معانا واهم مكون، هنحتاج اي نوع عسل. انا هستخدم عسل جلوكوز، ممكن تستخدم عسل نحل عادي، عسل اسود، اي نوع عسل ممكن تستخدمه. هنحتاج منه حوالي كوبايه، وهبدا احط كوبايه عسل، وزي ما عرفتكم اي نوع عسل. انا هستخدم عسل جلوكوز عشان شفاف واحط نكهه براحتي. وتاني مكون معانا هستخدم الفانتا اللي هي التفاح الاحمر ديت، طبعا انت ممكن تستخدم برده عصير، اي نوع عصير، اي نوع مشروب غازي هيمشي معاك عادي. انا هستخدم الفانتا زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نحط المشروب بتاعنا. في هنا ملحوظه، لو انت هتستخدم عسل نحل عادي ممكن ما تحطش مشروب، ممكن تحط ميه بس، مش شرط تحط مشروب. كده حطينا العسل وحطينا المشروب بتاعنا، اخر خطوه معانا هنحط كوبايه سكر. ونبدا نديها تقليبه صغيره، وزي ما انتم شايفين كده قلبناها، نحطها بقى على النار دلوقتي لحد ما الخليط يغلي مع بعضيه ويتقل كده شويه، ونرجع لكم تاني. يلا بينا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي حطيناها على النار، بدات تفور اهيت والخليط كله اتمزج مع بعضيه، العسل مع السكر مع المشروب. هبدا دلوقتي اخر خطوه معايا هحط لها لون طعام، لو عندك لون طعام تمام، ما عندكش مش مهم، حسب الرغبه يعني. فانا هحط لها لون احمر عشان تدي شكل حلو زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها بقى دلوقتي لحد ما الخليط يتقل شويه، وبعدين نطفي النار. وزي ما انتم شايفين ده كده القوام اللي احنا وصلنا له، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه بالشكل دوت كده. هنبدا بقى دلوقتي نطفي النار عليه، ونبدا نخش في الخطوه اللي بعديها. طبعا سبتها تبرد شويه، وادي ده القوام بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى دلوقتي اخر خطوه معانا، هنجيب الازازه بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين جبنا الازازه، نبدا نفتحها ونجيب حاجه مثلا عشان ما تتدلقش قمع زي ما انتم شايفين كده، ونبدا ندلق الخليط بتاعنا. وزي ما انتم شايفين ده كده الشكل اهوت بعد ما صبينا الخليط بتاعنا. هنبدا نقفل الغطا ونبدا نقلب الازازه على وشها كده، وندخلها بقى الفريزر حوالي ساعتين، ونرجع لكم تاني ونشوف النتيجه. طبعا هي كده سايله، هنسيبها في الفريزر ساعتين ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم اخيرا بعد ما سبناها حوالي يوم كامل في الفريزر. زي ما انتم شايفين ده الشكل اللي احنا وصلنا له. بصوا لما نعملها كده ما بتسيحش ولا حاجه. نبدا نفتح الغطا، بسم الله. اوه بصوا عامله ازاي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوس. اوه بصوا يا جدعان جامد، عنده اقسم بالله طعمها خرافي. عارفين انتوا طعم الكاندي كده وطعم الحلويات ده، طعمها اقسم بالله اكتر من خرافي. ارشحكم انتوا تجربوها، طعمها جامد جدا. ما تنسوش تعمل لايك وفولو، ونشوفكم في فيديو جديد.